السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات التخصصات الزخرفية بالتعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة بإذن الله تعالى الحلقة الثانية من الحلقات الخاصة بمراجعة مادة تاريخ الفنون الزخرفية. والمادة دي زي ما احنا عارفين ان بيدرسها أكثر من تخصص من التخصصات الزخرفية، وهي من المواد المهمة جدا جدا المرتبطة بسوق العمل. أنا عايز أقول بأمر الله تعالى لأبنائي الطلبة إن لابد إن احنا نكون مركزين النهاردة، يكون معانا ورقة وقلم بتاعتنا. كمان احنا كنا خدنا في الحلقة السابقة خمس فنون، خدنا الفن البدائي، خدنا الفن المصري القديم، أخدنا فنون بلاد ما بين النهرين، خدنا الفن الإغريقي، وخدنا الفن الروماني. خدنا كل ده بالسمات المميزة لكل فن من الفنون. خدنا أيضا بجانب كده السمات الخاصة بالنحت لكل فن من الفنون، وأيضا العناصر الزخرفية الخاصة بكل فن من الفنون. ودي الحاجات اللي احنا لابد ان احنا نكون دايما مركزين عليها وواخدين بالنا منها. كمان هنفتكر برضو ان احنا خدنا المقارنات ما بين العناصر النباتية في الفنون الاربعة، المصري والاشوري والاغريقي والروماني، وخدنا المقارنة في العناصر النباتية الاكانتس ما بين الاغريقي والروماني والبيزنطي. خدنا العناصر التي ميزت كل فن من الفنون زي شجرة الهوم في فنون بلاد ما بين النهرين، وزي معبد الزكورة في فنون بلاد ما بين النهرين، وزي معبد البازيليكا في الفن الروماني. كل ده احنا اخدناه، وكل ده لازم يكون موجود في ذهننا، وهنكمل عليه النهاردة بداية من الفن البيزنطي. الفن البيزنطي أول حاجة هنتكلم عنها في الفن البيزنطي هي العمارة البيزنطية. العمارة البيزنطية تعتبر العمارة البيزنطية أول المجالات الفنية التي حقق فيها الفن البيزنطي نجاحا باهرا. طيب إيه بقى اللي ميز العمارة البيزنطية؟ العمارة البيزنطية هم أول ناس عملوا عملية فكرة التوازن لقبة، قبة نص كرة فوق مربع، وعشان يوصلوا ان هم يعملوا نص كرة فوق مربع من القبة كان في عندهم حاجات خاصة كده اللي هي الاكتاف الكروية، اللي هي مثلثات كانت بترتفع من اركان المربع وتنحني للداخل عشان تجتمع في دايرة. كان عندهم برضو الأركان المحرابية. الأركان المحرابية هي عبارة عن قبوات حنوية أو مجموعة من القبوات، تتكون الوحدة منها من مجموعة بتتحط في أركان المربع، وكان بتتخلل العمارة الداخلية للكنائس وللأعمدة، وكانت بتساعد على حمل القبر الرئيسي للكنيسة. وكان عندهم أعمدة تتميز تيجان هذه الأعمدة ببعض الاختلافات عن الطراز المعماري الإغريقي والروماني. طبعا ده احنا لاحظناه في تصميم شكل ورقة الأكانتس، لأن ورقة الأكانتس البيزنطية كانت قليلة في التوريقات بتاعتها، اتجهت أطرافها إلى الترتيب الملحوظ من التبسيط في المنحنيات. غالبا ما يكون في نص التاج دايرة بداخلها صليب، كما ظهر طراز جديد من تيجان الأعمدة سميت بالتيجان المخرمة، وهي عبارة عن ورقات صغيرة ذات أفرع. تكوينها كان أقرب في الشكل من شكل التاج الكرونسي، ومن خلال المعايير دي أو التقاليد الجديدة ابتعد النحت البيزنطي عن مثاليات وأساليب النحت الإغريقي الروماني، ثم ظهر أسلوب فني جديد يمكن اعتباره
وسط ما بين النحت والنقش البارز. أهم الوحدات الزخرفية اللي ميزت الفن البيزنطي، ابتكر الفن البيزنطي وحدات ورموز جديدة كالصلبان وصور الملائكة والقديسين ورجال الدين، واختفى الطراز الزخرفي الروماني واتجهت الزخرفة بصفة عامة في الزخرفة البيزنطية إلى البساطة والتحوير والتجريد، وكسر تداخل الأشكال الهندسية المضفرة والمجدولة وصنفت كالآتي: الوحدات النباتية غلب عليها طابع التأثير الشرقي واستخدموا أفرع وأوراق عنائيد العنب والأقمطس ذو الثلاث أو الخمس وريقات، واستخدموا أيضا الأنتيمون وروزيتا أو الزهيرة. الوحدات الحيوانية استخدموا أنواع الحيوانات والطيور وخاصة الحمام والطاووس وبعض الحيوانات الرمزية والأسطورية للدين المسيحي. في الوحدات الهندسية استخدموا الوحدات البسيطة في عمل تكوينات تعتمد على المربعات والمعينات والمثلثات، وطبعا استخدموا في الوحدات الهندسية شكل الصليب بكثرة. الوحدات الرمزية كانت رموز دينية، زي الحمام كان بيمثل الروح القدس، والطاووس والصليب وأوراق وعناقيد العنب، عناقيد العنب كانت بتمثل النماء والتوالد والخصوبة والخير. طيب ايه هي تقاليد رسم الشخوص او البني ادمين في الفن البيزنطي؟ اول حاجة ثبات الحركة. الفن البيزنطي ميز رسومات الاشخاص في الهدوء وثبات الحركة، اشخاصه كانوا واقفين ومتجاورين في صف واحد، وده كان يعني يعبر عن الوقار المطلوب لرجال العلم ورجال الدين. نمرة 2 التجريد والتحوير. التجريد والتحوير الرمزي حل محل الطبيعة كما تراها العين في الفن البيزنطي، فكنت تلاقي مثلا الوش او الوجه صغير ومستطير او بيضاوي متجه الى الاستطالة والنحافة. طب ليه الاستطالة والنحافة؟ عشان ده رجل دين، فهو يعني مش باصص لشهواته، فبالتالي يعني بيكون نحيف. العيون متسعة، خطوط مقوسة نظرة للأمام في هدوء وجمود، تحمل معنى الإيمان الهادي والبصيرة. والأنف دقيق والفم صغير مطبق الشفتين، دليل على إنه هو يعني بعيد عن شهوات الحياة. وشعر الراس والشارب والدقن وتصفيفه على شكل خطوط متساوية أو مموجة. واليدان ذات أوضاع تقليدية وثابتة تحمل معنى ورموز خاصة بالتواضع في الديانة المسيحية التي ميزها الفن البيزنطي. عرف الفن البيزنطي زخرفة المنسوجات القبطية، ودي ميزت مصر بس. مصر اشتهرت من العصور القديمة بالمنسوجات وزخرفة المنسوجات، واللي يعدي بقاعات المتحف القبطي ويشوف معروضات قسم المنسوجات يقدر يدرك قوة المصريين في النسيج. المصريين بعد اعتناقهم المسيحية نهجوا نهج جديد في زخرفة المنسوجات بتاعتهم. المنسوجات بتاعتهم أصبحت تحليها الرسوم الرمزية وغيرها من الرسوم الدينية في تناسق بديع، وتعددت ألوانها وشاعت الألوان الزاهية منها على وجه الخصوص. كان في طابع في هذه الزخارف قائم على أساس العقيدة، فأصبحت أغلب الموضوعات اللي على النسيج المصري موضوعات دينية، زي موضوع مجيء العائلة المقدسة إلى مصر وصور القديسين، كما لعبت رموز الديانة كالصليب والسمك والحمام والعنب دور كبير
والعرب سموا المنسوجات المصرية باسم الأباطي نسبة إلى الأقباط. وقد برع النساجون في صنع الصبغ أو الصباغة أو صبغ النسيج وتركيبها، واستخدموها في تلوين القماش، ومنها في قطعة مشهورة جدا جدا موجودة في متحف موسكو، تاريخها بيرجع إلى القرن الرابع الميلادي. نيجي بقى للنحت في الفن البيزنطي. على فكرة النحت في الفن البيزنطي كان محار لفترة كبيرة من الوقت، زي أي يعني فن ديني كان بيحرم بعض الحاجات ويتيح الأخرى، ومع الوقت الدنيا بقت إيه يعني أقل حدة في هذا الأمر. في أساليب جديدة ظهرت خاصة بالنحت في الفن البيزنطي، رجعت إلى التقاليد المعروفة في مصر القديمة. التمثال البيزنطي يشاهد من الأمام فقط، انعدمت تماما الأوضاع العنيفة أو الأوضاع اللي فيها نوع من التكبر أو الأوضاع اللي فيها نوع من اللي هو يعني التماثيل العارية. يعني عادت التماثيل تاني مرة إلى الوقفة الثابتة الهادية والوجه المعتدل الناظر إلى الأمام في هدوء واستقرار مع حركة الأذرع، كما كانت قبل الفن الإغريقي وقبل الفن الروماني. العين في النحت البيزنطي عين واسعة، نظراتها متجهة إلى الأمام، الأنف مستقيمة ورفيعة، دقن صغير، الشفتين مقفولتين. ابتعد النحت البيزنطي عن مثاليات وأساليب النحت الإغريقي والروماني، ظهر أسلوب جديد اعتبر واسطا ما بين فن النحت وفن النقش البارز، وكان بيوضع في مداخل الكنائس بمجموعات مصفوفة من الأنبياء والقديسين. نيجي بقى للفن التالي، وهو الفن الرومانسيكي أو الفن الملكي. لو احنا حبينا نعرف ايه هو الفن الرومانسيكي او الفن الملكي، الفن الرومانسيكي انتشر في كل ربوع اوروبا. بمعنى الفن البيزنطي كان فن ديني، كان بتغلب عليه النزعة الدينية، بتغلب عليه البساطة والتواضع وقلة التفاصيل والزهد، لأنه كان فن ديني. لكن الحقبة الرومانسيكية من الحقب الملكية. الحقبة الرومانسيكية بدأت بعد انتهاء مرحلة الحقبة البيزنطية، بدأت في فرنسا، ومنها انتشرت للكثير من دول العالم الأوروبي القديم، وكل دولة فيها بدأت انها تاخد جزء خاص بيها. طب نيجي نتكلم على اهم المعالم المعمارية المميزة للطراز الرومانسيكي. اول حاجة القبو بتاع القصر. يعتبر القبو في مباني الكنائس الرومانسيكية هو عنصر معماري أساسي في البناء، حيث أمكن بناء قبو بسهولة من الحجر وربطه بالمونة ذات سمك مبالغ فيها أحيانا. قدروا أن هم يسقفوا المساحات المستطيلة بقبو سداسي، واستعملوا العقد النصف دائري في جميع محاولات استعمال الأقبية لتسقيف الكنائس. لما انتقلوا إلى الطراز القوطي استخدموا العقد المدبب. الجزء الثاني الدعائم. كانت الدعائم في الفن الرومانسيكي عبارة عن أعمدة مربعة القطاع، تلتصق بها أحيانا أنصاف أعمدة أخرى أو أكتاف. كان الهدف من هذه الإضافات هو توزيع التقل، وأكثر أنواع هذه الدعائم أو الركائز في العمارة الرومانسيكية هو النوع الذي يكون على شكل صليب إغريقي. ميزة الأعمدة في الطراز الرومانسيكي
تيجانها المختلفة الأحجام والأشكال، وأبسط أنواعها هو النوع اللي على شكل سلة، وكان يشبه التاج الكرونسي. التاج الكرونسي أوحى بعدة أشكال مختلفة في الطراز الرومانسيكي، يتراوح بين تقليد النحت وما بين الابتكارات المختلفة. النحاتون في الفن الرومانسيكي استخدموا التيجان التاريخية ذات النحت البارز، والمساقط الأفقية كانت المساقط الأفقية للكنائس الرومانسيكية غالبا ما تأخذ شكل الصليب اللاتيني، حيث يوجد المدخل في الطرف الأكثر طولا للصليب، وفي الطرف المقابل يوجد الهيكل، وعلى جانبي المحور الطولي للمبنى كان يوجد صف أو صفان من الأعمدة تحمل الشرفات التي تكون محملة على أعمدة بواسطة العقود المعمارية. نيجي بقى لفن من الفنون الهامة جدا، وهو الفنون الإسلامية. الفنون الإسلامية من الفنون المهمة جدا جدا في الحقبة التاريخية للفنون. الفن الإسلامي هو مش فن واحد، هو مجموعة من الفنون، عشان كده لم يسمى بالفن المصري القديم مثلا كفن واحد أو بالفن الإغريقي أو الروماني، ولكن سمي بالفنون الإسلامية. الفنون الإسلامية انتشرت في العديد من دول العالم. في عندي فن إسلامي في مصر والشام، عندي فن إسلامي في الأندلس، في المغرب، فن إسلامي هندي، فن إسلامي صيني، في عدد كبير من الفنون الإسلامية وفقا للفتوحات الإسلامية، ودي اللي احنا هنتكلم عنها بإذن الله تعالى بعد الفاصل. عدنا بعد الفاصل وهنستكمل اللي كنا بدأنا فيه، ان احنا كنا بنتكلم على الفنون الإسلامية. هنبص على المونيتور معانا، هنشوف ما هي السمات التي ميزت الفنون الإسلامية أو الزخرفة الإسلامية. أول نقطة فيهم كراهية الفراغ. كان الفنان المسلم بيميل إلى تغطية المساحات ولا يتركها بدون زخرفة. برضو سطحية الزخارف، كره الفنان الإسلامي تقسيم زخارفه بحيث تكون مشابهة للطبيعة، فكانت الزخارف بتاعته كلها معمولة باللون قبل مرحلة التقسيم. هنبص على المنتور معانا. ثالث حاجة البعد عن الطبيعة. ابتعد الفنان الإسلامي عن تمثيل الطبيعة وكان يعتمد على أسلوب ابتكره من الطبيعة للتحوير لعدم رغبته في تقليد الخالق. أربعة التكرار. كان التكرار بالنسبة للفنان المسلم ليه أهمية كبيرة جدا، وكان وسيلة للفنان عشان يتغلب على مشكلة الفراغ وازاي يملاه على السطوح المختلفة. برضو من الحاجات اللي ميزت او السمات اللي ميزت الفن والزخرفة الإسلامية كانت المسحة الهندسية. كان التقسيم الهندسي له دور مهم جدا في الفن الإسلامي، استخدموا المربعات والمثلثات في تكوينات جميلة عبارة عن نجوم وأطباق هندسية وصور متولدة منها. أهم العناصر التي ميزت الزخارف الإسلامية كانت العناصر النباتية. الفنان المسلم رسم كتير قوي فروع نباتية ذات منحنيات دائرية وحلزونية، تنوعت أشكال الأوراق النباتية الإسلامية وحفتها ولمساتها الداخلية. العناصر الحيوانية، كانت هناك صور للحيوانات والطيور وقد حورت أرجلها أو أجنحتها بتفرعات نباتية، وكانت الرسوم دي ذات مسحة زخرفية واضحة وبعيدا عن تقليد الطبيعة. العناصر الهندسية تعتبر من أجمل عناصر الزخرفة الإسلامية، ومن أهم السمات التي ميزت الفن الإسلامي كانت العناصر الهندسية، وخاصة في التكرارات والنجوم والتشكيلات الفنية المختلفة. العناصر الكتابية، استخدمت الكتابة
في تكوينات زخرفية كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد تنوعت أساليب الكتابة فظهر منها أنواع كثيرة، منها ما يتصل بأقلام كتابية مثل خط الطبار والنصف والثلثين والمنشور والمرصع. أيضا كان هناك طبعا الخط الثلث والديواني والرقعة وخط المدينة، أنواع كثيرة جدا من الخط والخطوط والخط الكوفي التي استخدمت كعنصر من عناصر الزخارف الإسلامية. طب نيجي بقى لمدارس الفن الإسلامي. مدارس الفن الإسلامي زي ما احنا عارفين هي مش المدرسة بالمعنى المفهوم اللي هي مدرسة فيها طلبة وفيها دارسين، ولكن هي سمة بتميز الفن الإسلامي في كل دولة من الدول. فمثلا في مصر والشام تشابهت الأساليب وأشكال الفنون في كل من مصر والشام، إلى حد إن كتير من مؤرخي الفنون ربطوهم ببعض وسموهم مدرسة واحدة اللي هي مدرسة مصر والشام. ففي مصر عندنا شيدوا مدينة القاهرة في شمال مدينة القطائع، وبنوا فيها الجامع الأزهر وغيره من الجوامع، وأحطوها بسور لا يزال جزء كبير منه، وثلاث أبواب ضخمة، باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة، موجودين إلى الآن. ونجح الفاطميون في الوصول إلى طراز فني مستقل. أما الشام فتمتاز الوحدات الزخرفية بالبساطة والوضوح وميل كبير إلى التجريد الزخرفي، في حين تأثر الفن المصري والشامي بالفن العثماني خلال حكم العثمانيون. من المدارس أيضا اللي موجودة في الفنون الإسلامية مدرسة الفارسية. تمتاز المدرسة الفارسية بميل أكبر إلى تمثيل الطبيعة في رسم الوحدات النباتية، فكثرت النمنمات فيها. أيضا المدرسة العثمانية تعتبر المدرسة العثمانية درجا وسطا في الميل إلى التجريد ما بين الفارسية ومصر والشام، وكثرت الأوراق والزخارف العثمانية حيث يتألف رسوماتها من السنابل والخذامي في المدرسة الفارسية، والورود وعرانيس الكروم والرمان يعني كانت مميزة جدا ليها. في مدرسة الأندلس وشمال أفريقيا، مدرسة الأندلس وشمال أفريقيا تمتاز في فنها بزخارف القصور والحصون، إذ تتميز الحصون بأسوارها العالية وأبراجها القائمة على شكل منشور رباعي اللي هو بيمثل حتى مدنة المسجد في منطقة المغرب ومنطقة الأندلس، تلاقي المدنة بتاعته عبارة عن منشور رباعي عالي تعلو شرفات مزخرفة. أما القصور فتكسر فيها الأعمدة النحيلة الرشيقة ذات تيجان من المقرنصات وبواكي على شكل حدوة الفرس والجدران مزخرفة ذات تقاسيم هندسية على السطوح بتاعتها. نيجي لمدرسة الفن الإسلامي الهندية، وتمتاز بميل أكبر إلى تمثيل الزهور الأكثر أوراقا وألوان ناصعة، وتكسر فيها الألوان الساخنة من درجات الأحمر والبرتقالي، ولونت الأرضيات بتاعت الزخارف بألوان كثيرة تميل إلى الوضوح والتباين والتكامل أكثر من ميلها نحو التوافق والائتلاف، واتجهت إلى أسلوب زخرفي يغلب عليه الشكل المنظوري. طيب ما هي أهم الألوان الإسلامية؟ أهم الألوان الإسلامية بمصر والشام مثلا أصفر التراسينة والأحمر الزاهي اللي هو الأحمر اللي احنا بنسميه يعني أحمر فائع، والأزرق والأخضر الزرعي والبني، واستخدم الذهبي والفضي كألوان. أما في المدرسة الفنية الفارسية استخدمت الألوان وزادت عليها استخدام الأحمر أكثر من درجة لونية، والأزرق بدرجات مختلفة، والأصفر والبني والبيج والبصلي والليموني والوردي. دي ألوان دخلت في المدرسة الإسلامية الفارسية.
الألوان الهندية كانت أقرب إلى ألوانها الفارسية، وأغلب الألوان بتاعتها كانت فاقعة ودافية، فصيلة الأحمر بدرجاته والبرتقالي، واستخدمت الألوان بوفرة. نيجي بقى لأهم الصناعات الفنية الإسلامية. من أهم الصناعات الفنية الذي ميزت الفن الإسلامي هي صناعة المنسوجات. العرب عرفوا الكتان والحرير والصوف من القدم، عرفوهم من التجارة مع الصين، والتجارة مع الروم، والتجارة مع الإغريق، والتجارة مع المصريين، واستخدموا في زخرفتها جميع الوسائل الفنية كالصباغة والتطريز بمختلف الألوان، وأسلاك الذهب والفضة والأحجار الكريمة اللي كنا بنشوفها موجودة في ملابس الخلفاء وملابس الملوك المسلمين. أيضا الصناعات المعدنية استخدموا المعادن في كل فروع الصناعة وبجميع الوسائل زي السبك والتأبيب والتفريغ والتعشيق والتكفيت والترصيع والحفر والتلوين بالمينا. كل حاجة من دول اسلوب. السبك ان هو يسيح المعدن ويصبه في قالب فيطلع بشكل معين، التأبيب ان هو يستخدم شرائح المعدن اللي هي زي الصاج بتاع المعدن، وب يعني ضوء ماء من الخشب يبتدي يكور فيها بطريقة معينة عشان ينفذ أشكال معينة، والتفريغ بيتم بالأركت، والتعشيق بيتم زي السلاسل كده مع بعضيها، والتكفيت بيتم ان هو يحفر في سطح المعدن ويدق مكان الحفر اللي هو حفره أسلاك من الفضة أو الذهب، والترصيع ان هو يلزق عليها يعني أحجار من تقليد الأحجار الياقوت والزمرد والكلام ده، والحفر اللي هو الربوسي المعروف اللي احنا بنشوفه في خان الخليلي عندنا، والتلوين بالمينا اللي هو الزخرفة بألوان المينا الثابتة. برضو الفنان المسلم قام بتصفيح الأبواب والصناديق والكراسي. أتقن الصناع العرب تصفيح الأبواب والصناديق المعدة لوضع الحلي وكراسي العشاء بالبرونز المكفت، وكثيرا ما استخدمت طبقتان منه لتصفيح المشغولات، إحداهما للتكسية الحقيقية وأخرى لقص الأرضيات عليها عليها الزخارف والرسومات ولصقها فوقها. برضو الفنان المسلم صنع أنواع تتميز بالدقة والجمال في التشكيل الحر من الخزف، واستخدموا فيها جميع الوسائل للصناعة كالصب والدولاب والتشكيل الحر والضغط في قوالب، كما استخدموا أيضا الطينات الملونة وحفروا عليها وفرغوها وثبتوا عليها أشكال بارزة قبل الحرق. برضو عرف الفنان المسلم جميع الطلاءات الزجاجية الشفافة والملونة والألوان تحت الطلاء وفوقه، وصنعوا كل أشكال الأواني والأكواب والكؤوس والأباريق والأطباق. صناعة الزجاج عرفوا أنواع الزجاج الملون والمزخرف بالمينا والذهب، وصنعوا منه القناديل والأكواب وأدوات الزينة. برضو عرف الفنان المسلم كويس قوي صناعة الجلود، عرفوا أساليب مختلفة من الدباغة والصباغة وتلوين الجلود بطرق مختلفة، عملوا منها طبعا النعال، وعملوا منها حقائب وجراب السهام وجراب السيف والسيور والسرج بتاع الخيل وإرب لحفظ السوائل والماء، كما استخدموا الجلد في الكتابة، عملوا كتب من الجلد وزخرفوها بأساليب الجدل وتجليد المخطوطات والتطفير، وطعموها بالخامات المختلفة. يعني كان في مصحف من المصاحف الشهيرة المصنوعة من الجلد والمزخرفة بأوراق الذهب في التجليد بتاعه. في برضو الصناعات الخشبية بقى، يعني ازدهرت الصناعات الخشبية جدا على اختلاف أنواعها طوال العصور الإسلامية. صنعوا من الخشب عيدان الأقواس وطبالي تيجان الأعمدة والقباب الداخلية والخارجية في القصور والمنازل والمساجد.
عملوا الأبواب الداخلية والخارجية والمنابر والمشربيات بأنواعها والأسقف وعيدان وأوتار الأقواس وأرفف الكتب وأرفف الأسلحة وخزنات الملابس والمراكب والسفن وسواها من الأعاجيب الخشبية التي شاعت في قرطبة وبغداد والقاهرة وسواها من الحواضر العربية والإسلامية التي كان لها فضل عظيم على الحرف اللي هي خاصة بالأخشاب فيما بعد. القباب الخشبية من أشهر القباب الخشبية هي قبة المسجد الأقصى الذي تم إحراقه في فترة من الفترات، وقبة مسجد الإمام. كمان عندي خرط الخشب، بيشمل خرط الخشب ما يوجد في كراسي المقرئين والدكك والسطر الخشبية والمشربيات وما يوجد منها في المقصورات والمنابر والتوابيت والأضرحة، وكثيرا ما تجمع العيدان المخروطة في منشورات ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية فيها حفرة أو تطعيم بالسن والأبانوس، وبلغت ذروة جمالها في العصر المملوكي، ده اللي احنا بنسميه يعني الأرابيسك. الحفر في الخشب، الفنان المسلم كان ليه لمسات جمالية في المصنوعات الخشبية بالحفر فيه، بدأوا في الأفاريز تحت الأسقف وفي عيدان وحشوات الأسطح والبراطيم والعيدان الخشبية في الأبهاء وحشوات الأبواب والمنابر، اشتقوا تصميماتهم من الفن الساساني في بادئ الأمر، ثم اعتمدوا على الزخارف النباتية المتنوعة مستخدمين شواهد في الفنون السابقة من ورق الكروم وثماره وسعف النخيل، ومعتمدين على الزخارف النباتية. العاج والسن والأبانوس، بلغت المصنوعات العاجية وما صنع من الأبانوس درجة فائقة من الرقي. اللي بقى منها قليل قوي وكان اتصنع في العصرين الأموي والعباسي، فمنها الحشوات المحفورة المطعمة بالسن أو العظم إن كانت من الأبانوس أو مموهة بالحفرة، منها عقود تزين أجياد الجواري مموهة بالتطعيم، وأقدم ما بقى منها هو ما أظهرته حفائر الفسطاط كما عثر بين أنقاض الفسطاط على شطرنج أبانوس وعلى صناديق مجوهرات وأبواق للنفخ وسواها، ومن مخلفات العصر الفاطمي قطع عليها فرسان يطعنون أو يصطادون الأسود وجنود مسلحة بالرماح، وقد لوحظ على هذه القطع شدة الإتقان مع صغر حجمها، حتى إن ملابس النساء تحوي تفاصيل العصر ورسومه وببعضها زخارف نباتية تذكرنا بثمرة وأخرى فاطمية أو مملوكية، وكلها بديعة الصنع دقيقة التنفيذ. الزخرفة للأسطح الخشبية، الطبع في زخرفة الأسطح الخشبية الجمع والتعشيق بأنواعه المتبينة في تكوين خشب المنجور والمفروكة والأطباق النجمية، فيسر لهم هذا تكوين زخارف بارزة بسطوح الأخشاب في أوجه الأبواب وغيرها. يعني كانوا مختلفين يعني في أشكال مختلفة من الرسوم قبل أن توجد، كما استخدمت الكتابة الكوفية والنسخية، كذلك مثلت ذوات الروح من البشر والحيوان الأليف والجوارح، وكثيرا ما لونت هذه الموضوعات المحفورة وزهبت لتزيد من جذالة حفرها وجمال الحفر، واستخدم الحفر بمنسوبين أو أكثر ارتفاعا عن الأرضية. من الصناعات المهمة جدا عند الفنان المسلم صناعة التجليد. عنا المسلمون بتجليد المصحف الشريف والكتب عامة، وتفوقوا في هذا المضمار مما جعل الأوروبيين ينقلون عنهم هذا الأمر، وكانت الأغلفة الخارجية للكتب والمصاحف مصنوعة من خشب أو من ورق مقوى عليها شدة أو تكسية من جلد مزخرف بالنقوش النباتية أو الحيوانية،
أو الأطباق النجمية أو الزخارف الكتابية. و يعني تم ذلك بالضغط بالقلم على الجلد أو التطعيم أو قص الأرضية، وكانت جلود المصاحف كلها مشابه الذهب، وما غلفت من الجلد بألوان من الألوان الرائعة وبطائن من جلد أو الحرير، وكثيرا ما يكون بها جامات أو زهريات، يعني يحيط بها أفاريز له 4 زوايا في الأركان، وكان للأشرطة والإطارات عناية خاصة لإبراز الجامة أو اللي هي الجامة دي زي ما قلنا اللي هي الفازات، وعنوان الكتاب. وفي المتحف الإسلامي أمثلة رائعة من جلود الكتب الملونة، ويعني العديد من الصحف الأولى من المصاحف وما حوته من زخارف يليق بالكتاب الأعظم الكريم القرآن الكريم. نيجي بقى للشمعدانات والثريات والقمام والقماقم اللي هي كان بتعتبر روعة في أزهى العصور المملوكية. الصناعات المعدنية المطروقة والمخصوصة والمكفتة، وبالمتحف الإسلامي أمثلة عجيبة من هذه المصنوعات المموهة بالذهب والفضة، تتسم بروعة الصناعة وجمال الزخارف النباتية والحيوانية والأدمية، وأشكال الأطباق النجمية والخطوط العربية والإسلامية، وقد اتخذ تصميمها في بعض الأحوال أشكال إخبارية كالموضحة على شمعدان الأمير كتبغة، كما تبارى العرفاء في تصنيع القناديل والثريات، فقد كان بمسجد قرطبة 1000 قنديل، وقد صنعت لمساجد القاهرة أنواع بديعة تتركب من طبقات بعضها فوق بعض الآخر، يوضع الزيت الطيب الرائحة في قناديلها فينتشر أريجه العطر في الأبهاء والأيونات وجنبات القصور والمساجد. القمريات الزجاجية في الفن الإسلامي أو الشرفات أو الشبابيك الزجاجية هي نوع من النوافذ من شرائح قصية أو من لوح من الحجر الجيري لين يرسم عليه بما يحاكي جمال الزهر والنبات، وترسم الزخارف ثم تفرغ مكان هذه الرسوم بحيث ترتبط ببعضها بالأربطة المناسبة المتصلة التي لا تنقص من جمال التصميم شيء، ثم يلصق الزجاج الملون من الخلف بحيث يتخلله النور فتبدو الرسومات الهندسية والنجمية وسواها جميلة وواضحة. وكانت تعد لفتحات المساجد أو القصور أو منازل الأغنياء، وفي المنشآت المدنية كانت توضع بإحكام لكي تنفذ منها الإشعة الضوئية وتعترض مياه الفوارات في الإيوان في بلاد الفرس. يعني نيجي بقى لفن من الفنون برضو المهمة اللي ممكن هتيجي أسئلة عنها في الامتحان، الفن الهندي. ما هي العناصر الزخرفية الهندية؟ العناصر الزخرفية الهندية أهم العناصر فيها هي العناصر اللي قدامنا، منها العناصر الهندسية. توجد المنحنيات الهندسية والعشوائية التي تتشابك في الخطوط بالمساحات بالألوان الزاهية عادة. العناصر النباتية في ظهور الصنوبر والقرنفل واللوتس وأوراقه وأوراق الأشجار المختلفة وغير ذلك من النباتات. العناصر الحيوانية اللي هو الفن الهندي الغني باستخدام العناصر الحيوانية والأدمية مثل الفيل والجاموس والتماسيح والغزلان والطاووس. في أيضا العناصر الرمزية، فن الهندي رمزي بطبيعته، فالرمز ما هو إلا محاكاة للواقع الخاص بالحياة المجردة من الزخرفة، والرموز المعروفة مثل العجلة التي ترمز لتعليم بوزة عندهم، والتاج يدل أيضا عليه. نيجي ما هي السمات وخصائص الطرز الفنية والألوان الهندية. عندي سمات الطراز الهندوكي، يرمز تاريخ الديانة الهندوكية إلى قرون عديدة قبل الميلاد، وقد تطورت هذه الديانة مع حياة أهل الهند حتى أصبحت عقيدة تحمل فلسفات معينة تتعلق بعقيدتهم
امتدت جذورها في حضارات الهند خلال المراحل المختلفة. ومن الأديان المنتشرة في الهند أيضا الديانة البوذية وسمات الطراز البوذي. طبعا حيث ولد بوذا اللي هو اسمه عندهم سكاياموني في حوالي عام 563 قبل الميلاد، وكان ابنا لأحد ملوك مقاطعة صغيرة من مقاطعات الهند، وبعض الناس يقال يعني يقال أنه هو كان أحد الأنبياء، ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص كما ذكر في القرآن الكريم. تقع حدود نيبال اللي هي إحدى مقاطعات الهند اللي هو كان ابن أحد ملوكها، قد نبذ حياة القصور ولجأ إلى التقشف والتصوف، ومارس بوذا التأمل بحثا عن الحقيقة وأصل الخير، حتى قيل أنه بلغ مرحلة كبيرة من الفهم الكامل للكون والإنسان. الألوان الهندية استخدموا الألوان الهندية في الفن الهندي، لأن في عندنا ألوان هندية في الفن الإسلامي الهندي. استخدمت الألوان الهندية الألوان الرصينة القوية أغلبها قليل العدد في المجموعة الواحدة، فكثيرا ما يستخدم اللون الأسود في الأرضية والأصفر الحجري في الزخارف، أو يستخدم الأحمر القاني أو اللون الفضي أو سواهما من الألوان الحارة في الأرضية. فإذا استخدم الأول كان لونه الأخضر المتمم له في أرضيات أخرى مجاورة يفصلها لون ذهبي، وإذا استخدم الأزرق البحري القاتم استخدم معه الوردي في الزهور بوفرة توازن قوته، وكان للون الأصفر الذهبي مكانة مرموقة في الأرضيات في الألوان الهندية مع القرنفل الذي تزدان به الزهور وأوراق النباتات. نيجي الفن من الفنون المهمة قوي اللي هو الفن الصيني. عرف أهم أنواع الزخارف الصينية عرفوا إيه بقى؟ العناصر النباتية، استخدموا تقريبا جميع النباتات والزهور والأشجار في الزخارف، والمناظر الصينية ذات الطابع الزخرفي المميز كأوراق التوت واللبلاب والعنب وزهور القرنفل وعباد الشمس وغيرهما، أو الأنواع النباتية المتفرع منها الأوراق والزهور ذات ألوان جميلة متوافقة متدرجة بعضها يقارب من شكله الطبيعي وبعضها الآخر له تكوينات زخرفية تقليدية متكررة وأشرطة وتكوينات متماثلة ومتبادلة إلى آخره من المنتشر في الزخارف الصينية. أيضا كانت هناك العناصر الحيوانية، ظهرت في الرسوم والزخارف الصينية جميع أشكال الطيور والحيوانات والأسماك والفراشات الموجودة في بيئتهم بالإضافة إلى الإنسان في صورة زخرفية يتضح فيها جمال الخطوط الخارجية ودقة التفاصيل، وذات تحويرات زخرفية قريبة من الطبيعة، وكثيرا ما استخدمت عناصر النبات والحيوان في تكوينات فنية واحدة. كانت أيضا هناك وحدات طبيعية، استخدم الفنان الصيني وحدات وعناصر طبيعية كالسحب والجبال والبراكين ومساقط المياه والأمواج والكباري الصغيرة كوحدات زخرفية تتميز بالرشاقة والدقة والجمال في شكل زخرفي يميز كامل التكوين في الوحدات النباتية. وعندي الوحدات الخرافية، استخدم الفنان الصيني أشكال كالتنين وهو على شكل تعبان ضخم له قشور كبيرة وأقدام قوية ذات مخالب حادة ورأس ضخم وبارز العينين والأنياب ينفس النار من أنفه. أيضا كان عندهم الرخ الخرافي وطائر ضخم الذيل قوي الجناحين والمخالب في شكل زخرفي مميز، بالإضافة إلى أشكال خرافية أخرى لحيوانات قريبة من شكل الأسود والنمور، الرابطة ذات الرأس والأقدام الكبيرة والألوان الزاهية. استخدموا أيضا الصينيين الكتابات الصينية كوحدات زخرفية وعناصر مكملة في تكوينات النباتات والزهور وحيوانات، وكانت تكتب غالبا بألوان قاتمة على جانب التكوينات الزخرفية إما في صورة رأسية أو في صورة أفقية. أهم السمات اللي ميزت الزخارف الصينية، تميز الفن الصيني بطابع خاص يمكن معرفته وتحديده بسهولة، يعتمد على طبيعة الخطوط الخارجية المكونة لوحداته، ويظهر أثر الطبيعة على هذا الفن، ولكن يتم تحوير زخارفه حيث تغلب عليه رقة الخطوط وميلها إلى كثرة المنحنيات والتفاصيل الدقيقة
وكثرة التدرجات اللونية. ايه هي الالوان الصينية بقى؟ الصين يستخدم جميع الالوان تقريبا، بالاخص الازرق الصيني اللي استخدم بكثرة في اسرة مانج، واستخدم ايضا الكثير من الالوان، منها اللون الازرق اللي هو استخدمه لمعبد السماء، والازرق الفاتح للاواني المعدة لوضع قرابين، واستخدموا ايضا اللون الاصفر والاواني الصفراء، وشاع استخدامه في معبد الارض، واستخدموا ايضا اللون الاحمر واللون اللي هو الابيض اللي كان رمز المعبد القمر. كما اهتم الصينيين بجمال العلاقات اللونية وتألفها، واستخدموا اسلوب الالوان المتوافقة والمتباينة، وبرعوا في تدريجات الالوان نحو الابيض، واستخدموا الذهب والفضة ايضا كالوان. العمارة القديمة في الصين كانت قبل الميلاد استخدموا طبعا العمارة من العمد الخشبية اللي فوقها أسقف جمالونية مغطاة ببلاطات أرميد ملون بالألوان الزاهية الجميلة، وأعلاها كوابيل دقيقة الصنع بديعة التكوين تحمل الأسقف، وكانت من مميزات الفن في العمارة الصينية. الكوابيل كانت بتحل محل التيجان والأعمدة في العمارة الأوروبية، ودي كانت أحد المميزات الخاصة بالفن الصيني. أهم حاجة في الحرف والفنون الصينية صناعة الخزف والبورسلين، وكانوا طبعا حتى الصيني مكتوب باسمهم، يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الخزف والبورسلين بنقول الصيني. عملوا أنواع من الفخار المغطى بطلاء زجاجي رقيق السمك بلون أخضر أو مايل للإصفرار في أسرة هان، وعملوا درجات لونية في أسرة سن. ظهر بورسلين مطلي بطلاء زجاجي أزرق، وعندما أنشأت أسرة شينج الأفران أنتج بورسلين مزخرف بالأزرق تحت الطلاء. برضو كان عندهم صناعة الزجاج من الصناعات اللي هي كانت منتشرة عندهم، وصناعة الملابس الحريرية والتطريز، لأن الصين أول بلد اكتشف تربية دودة القز وغزل الحرير، ووجدوا بين أطلال أسرة هان ما بين عام 206 قبل الميلاد ل 200 قبل الميلاد بقايا من الحرير المطرز، وجميعها منتجات يدوية منسوجة نسجا دقيقا. كما كانت نساء الصين تجيد صناعة التطريز إجادة كبيرة من القرن ال 17 وتطور إلى القرن الحادي عشر، وبنشوف نماذج مطرزة جميلة جدا من الفن الصيني. نيجي للفن الياباني، هو آخر فن هنتناوله بإذن الله. اعتبر الفن الياباني امتداد للفن الصيني، وانحدر عن طريق كوريا، وتأثرت المشغولات اليابانية بالمشغولات الصينية في القرن السادس الميلادي، وسرعان ما اهتموا واهتدوا الى طراز فريد مستقل خاص بيهم، وظهرت عندهم معابد خاصة بيهم عند اليابانيين، وفي يعني ظهر عندهم أعمدة وقوائم وعيدان وبراطيم وكمرات استطاعوا ان هم يزينوها. وبرضو استخدموا الجماعة اليابانيين اللاكر في الزخرفة عندهم، وفي الزخرفة على الأخشاب، وما برضو ما استخدموه في أشكال المينا والنقش المختلف الوحدات. ألوان الزخارف اليابانية، استخدموا اليابانيون في زخارفهم الألوان الجميلة الزاهية داخل المباني الدينية والدنيوية وخارجها، استخدموا الذهب وألوان زاهية أخرى زي الأزرق البحري الجذاب والأزرق الالتمارين والأصفر الفائع والأخضر السندوسي والأحمر الوردي والأحمر الزنجفري اللي هو بنسموه السينابار، وكذلك اللون الأسود. العمارة اليابانية استوحوها من العمارة الصينية، ولكن اليابانيين عشان كان عندهم زلازل كتير استخدموا العمارة من الخشب عشان تتحمل الزلازل وتتحمل الهزات، وعملوا تركيب حوائط داخلية تسمح للتيارات الهوائية للتحرك والاندفاع من جهة إلى أخرى. طبعا من الفنون المهمة جدا فن التصوير والزخرفة اليابانية اللي هم رسموا فيها الحيوانات والطيور والزهور، واستخدموا الألوان الجميلة بتاعتهم اللي هم استخدموها في رسوم الطير والطواويس والبط والزهور. احنا كده
تناولنا كل الفنون على مدار الحلقة الحالية والحلقة السابقة، درسنا كافة السمات الخاصة بالفنون، السمات الخاصة بالألوان، مدارس الفن، الزخارف الخاصة بكل فن من الفنون. وأنا بكده يبقى نهينا المراجعة الكاملة، عملنا مراجعة كاملة وشاملة فعلا للفنين. وإلى هنا تنتهي الحلقة بتاعتنا، وإن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.